طيب عايز اروح بقى بيك بقى الجزئيه الثانيه. الساعه دلوقتي 5:30 ويبدو كده عندك ان ملعب التتش لسه الدنيا فاضيه، فهل دلوقتي في محاضره؟ هل التدريب هيتاخر شويه بسبب درجه الحراره عاليه؟ انا بصراحه يعني مشفق عليك، درجه الحراره تتخطى 30 35 درجه مئويه، فانت واقف في عز الشمس، فطمني كده التمرين هيبقى امتى؟ الشناوي امبارح النادي الاهلي اعلن جاهزيته للفتره اللي جايه، عايز اطمن على مصطفى شوبير ممكن يكون موجود بكره، كل بقى التفاصيل اللي عندك اللي الجمهور مستني يسمع منك كل الجديد. يعني خلينا محمد يعني اخد من النقطه الاخيره نقطه محمد الشناوي، خليني من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي اكد لك جاهزيه محمد الشناوي ان شاء الله لمباراه الوداد. باكد لك ان محمد الشناوي ان شاء الله هيكون حامي عرين للنادي الاهلي، وجاهزيه محمد الشناوي للمباراه الاولى امام فريق الوداد. تعرف طبعا ان محمد الشناوي كان بيغيب عن مباراه الدوري ايضا للايقاف، سواء مباراه الانبي طلائع الجيش او ايضا في مباراه سيراميكا، لكن خليني اكد لك بالفعل على جاهزيه محمد الشناوي. محمد الشناوي باذن الله هيكون حارس مرمى النادي الاهلي امام الوداد، سواء في مباراه الذهاب بمشيئه الله او مباراه الاياب، وان شاء الله يعود الشناوي وهو يحمل كاس البطوله مع لاعبي النادي الاهلي. عايز اكلمك ايضا على حراره الجو، بالفعل محمد درجه حراره الجو عاليه جدا، لذلك مستر مارسيل كولر فضل ان يكون تدريب الفريق هيكون الساعه 7:00، هيكون طبعا في محاضره لمده 30 دقيقه مع اللاعبين من الساعه 7:00 للساعه 7:30، ثم بدايه التدريب هتكون في تمام الساعه 7:30. هيأدي طبعا الفريق تدريبه الاخير قبل الدخول في معسكر استعدادا طبعا لمواجهه سيراميكا، اللي خليني باكد على نفس الكلام انها مباراه صعبه جدا، ومباراه ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي يظهروا فيها بشخصيه النادي الاهلي، وتكون محطه من المحطات المهمه جدا في مشوار النادي الاهلي نحو بطوله الدوري. اكيد. طيب برضو باكد لك ايضا يا محمد برضو على مصطفى شوبير، باكد لك على مصطفى شوبير، بالفعل مصطفى شوبير باكد لك جاهزيته طبعا لمباراه السيراميكا باذن الله. تعرف جرح قطعي، ولكن باكد لك جاهزيته طبعا مع وجود طبعا مصطفى مخلوف وحازم جمال حراس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طبعا يا محمد انت برضو عارف نقطه مهمه جدا، ان النادي الاهلي في افريقيا هو مقيد اربع حراس مرمى، سواء الكابتن محمد الشناوي، كابتن علي لطفي، كابتن مصطفى شوبير، كابتن حمزه علاء، الاربع حراس. طبعا بعض الجماهير كانت بتقول مصطفى مخلوف او حمزه حمزه او حازم جلال او حازم جمال معذره، تعرف ان الاثنين طبعا غير مقيدين مع النادي الاهلي في افريقيا، لكن خليني اكد لك على جاهزيه مصطفى شوبير بمشيئه الله لمباراه سيراميكا غدا باذن الله. بيرسي تاو كل الامور كويسه؟ باكد لك بيرسي تاو، سواء بيرسي تاو وحسين الشحات، علي معلول، كافه اللاعبين. طبعا في بعض الاخبار او الاقاويل طبعا بتتردد عن اصابات لبعض اللاعبين للنادي الاهلي، لكن زي ما احنا متعودين يا محمد لن يتم الحديث عن اي اصابات قبل الاعلان رسميا من قبل النادي الاهلي. طبعا يا محمد احنا انت عارف ان كلنا بنسمع كلام كتير جدا، بنسمع عن بعض الاصابات لبعض اللاعبين، ما اقدرش ان انا احسم لك الامر ده، انت عارف ان الامر ده من خلال النادي الاهلي، من خلال اداره الاعلام في النادي الاهلي، هيتم طبعا الحديث في هذه الامور خلال الساعات القادمه لتوضيح كافه الامور باذن الله لكافه جماهير النادي الاهلي باذن الله. فاروق صلاح مفضل قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا من ملعب مختار التتش بالجزيره.